توقف قليلا وحاول أن تستوعب. أعيد مرة ثانية، توقف قليلا وحاول أن تستوعب عندما نتكلم عن اليابان، عن المجموعة من البشر ذات الإرادة الحديدية التي قررت أن تبني بلدها من جديد بعد أن قرر الآخرين أن يمسحوها من على وجه الأرض. توقف قليلا، لقد نجحت اليابان في شيء، في حاجات كثيرة جدا. كلنا نعرف النجاحات الإلكترونية، لكن الجانب اللي ما نعرفوش، اليابان نجحت في المحافظة على الطبيعة وعلى التاريخ الياباني. كل شيء في هذه الطبيعة كما هو، لم تقطع شجرة واحدة، لم يقتل حيوان واحد، حاولوا يحفظوا الطبيعة بكل ما لها وما عليها. التاريخ الياباني، الآثار اليابانية كلها محفوظة، ممنوع أي تدمير أي جزء من التاريخ، حتى لو هذا الجزء من التاريخ لم يكن يعجبنا. بالمقارنة بالدول المجاورة، الصين بنقوله أن عندها حضارة 5000 سنة، ماشي، بس تعال روح دور في الصين على الحضارة اللي بقالها 5000 سنة، يمكن هتلاقي سور الصين العظيم، فيما عدا ذلك مش هتلاقي. أما جه ماو تسي تونغ حطم كل الأثار، حطم، لغى المرحلة اللي كانت قبله، كل اللي بيجي بيلغي ما كان قبله، بيهد ما قبله، بيقطع الطبيعة، بيقطع الشجر. اليابانيين لا، اليابانيين قال لك كل حاجة هنحافظ عليها وهتفضل للأجيال القادمة. تعلم قليلا إزاي تحافظ على النعمة اللي ربنا إداها لك. شايف شلالات المياه بقالها آلاف السنين بتنزل كما هي، ولا حد عمل مبنى، ولا حد عمل كوبري، ولا حد عمل أي حاجة، كل شيء محفوظ إلى الأبد. اليابانيين قرروا أن مش بس يتقدموا في المستقبل، أن يحافظوا على تاريخهم بما له وما عليه. حافظ على تاريخك، حافظ على تاريخك. اللي ما عندوش تاريخ بيعمل له تاريخ، انت عندك تاريخ وتاريخ جميل. لا تهدم التاريخ القديم ولا تقول انه كان مختلف معايا في الفكر، ان ده مختلف دينيا او فكريا. الناس دي بتحافظ على هذا الجزء برغم الاختلاف. هي دي اللي عايز اوصلها، ازاي تحافظ برغم الاختلاف، ازاي احبك برغم الاختلاف. رسالة جميلة وصلتني وتعلمتها عند اليابانيين. احمد الشهاوي المعروف باسم ابن بطوطة المصري. أول مرة أكتشف إن الأكل الياباني مميز جداً جداً جداً. الأول خوفوني، قالوا لي الأكل الياباني بيأكلوا سمك نايف، مش ممكن، طعم الأكل هنا مش ممكن. فبالك هنا في أنواع مختلفة، هنا ده اللي هو بالزنجبيل، وفي دي نوع تاني من البهارات الخاصة، وطبعا بنحط عليه الصويا. النوع ده مثلا ما ينفعش إلا مع ده، والطماطم ما تتحطش في الصويا. ده مثلا الأخطبوط، تجرب حاجة من اللحوم، السمك اللي بيقول على الناي، بس السمك ده طبعا معمول له توابل وطعمه أكثر من رائع. ده لازم يتاكل مع النوع ده من البهارات، طعمه هذا جاي بحاجات تانية جميلة، جاي بحاجات تانية. الأكل هنا حاجة ملوش حاجة، ده طعمه فعلا. اكتشفت فعلا إن السمك ممكن يبقى طعمه أكتر من رائع حتى لما طبخت. أدوق دي الأول. فعلا أنا مش عارف هاكل بعد كده الأكل المصري والأكل النمساوي والأكل بتاعنا إزاي. الأكل الياباني أكثر من رائع. أنا فعلا بستمتع، ومعايا أصحابي اليابانيين كلهم مستضيفين هنا الليلة. أنا تاني يوم لسه واصل امبارح، كلهم فرحانين بيا. ده رجل أعمال ياباني صديقي، وأنا صاحبي اللي هو اللي ماسك الكاميرا دلوقتي اللي هو المصور المعروف، ومراته قاعدة معايا وبتشاركني النهاردة، بيفسحوني طول النهار. عندهم ضيافة جميلة جدا جدا، والضيافة فعلا هنا في مكانها
وده الشرق الحقيقي. ما ننساش ان المنطقة الوسطى بنسموها الشرق الادنى، لكن هو ده ده صديقي، ده صديقي المصور المعروف ده، حصل على جائزة احسن مصور للحيوانات البرية في سنة 2013. صحبة جميلة، انا سعيد جدا بوجودي في اليابان وسعيد بالاكل الياباني واستمتع في اكل اكتر مع تحياتي من اليابان. لازم اجرب ده لازم اجرب ده، نوع ثاني برضه من السمك. في الوقت هم مقطعين السمك عشان التوابل تدخل جواه، وهو صاحبي قال لي في اليابان مهم جدا مش طعم الاكل، لازم شكل الاكل، لازم يكون ده الفجل الابيض، الاخطبوط بالدايره الحمراء والدوائر الخضراء، الالوان عندهم مهمه جدا 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 جدا. ده سمك من برضه مش مطبوخ بس معمول بالتوابل بتاعته، وده بقى لازم يتعامل مع اللي هو بالجنزبيل، لازم يتعامل مع صويا الجنزبيل، وده بقى طعم. هذا جاي من عندك وشك ورمت كرتة يا كنار، مش حاجة طرطة أكثر من رائع. أنا سعيد جدا بوجودي في اليابان، تحياتي أحمد. أوكي.